بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدن مدح وينه مدن يا المدح وينه يا الخورة مدن رئيس الوزراء وضيضا ثلاثة وضلك قيمت أقوى ناكسن هيا بارلمانك لبدي ساعة أقل يحبنه سبع سلام تيسلام كان نقول سلام الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا أن قلنا مني أنا قو سيدنا كالقعل أو سيدنا ولا اللمة أو وضلنا مسكاحة في ماض قبطه قلبي فرن ولا ليه ان الصوماليا ان ان اوهم بليينو ان ان لقيمتنو فرحدة اي عيدة ان ان لقيمتنو قوشة اي قارين كنتي شلين اي مانتا شرينا لبا مدحويني يا اسوي دارسلي مانتنا لبا دي انبا اسكم نغطيون لبا دي انبا اسوي دارستي يقو نيات سمن نيات سمي كجرتو ولا النمو كجرتو ديمقراطية دو شاقيسو صومال النمو دون اي شاقيسو تاسنا وح فرحت قارع ان اينا ودالي سيبان جعلنا هينان halkan ka sheeg Soomaaliya waxay u baahan tahay umadeeda oo dhan waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan waxay u baahan tahay xoogeyga oo dhan waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yiri heshiis dhexdeeda iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan فلسفة داسي هي كفرة وصو كوبيسا هيكسيغا ودن كينو ليه هاي وحا آن لو نالونا يهينا ينو يهي داتكا شيشيها كاكافتوما قعنتينا اسكو مامولا خيرات كينا لسو بحا كوه وح بحيا نغضا يكوه وح لسينا يأوه تاسنا هل قندير بي دونسا اس امرات بي دونسا اسكو كالسوني بي دونسا ولا النمد وحيته ان لموجيو مركزتي او اي فرصة جلتو او دالكونا مركا او كو يرو وانسا جوغا قبيقي نبا إلا إنغا مغلوهاي واجب إذن ساراً وي مدحوينها وانو هم بليين وان هم بليين وان هم بليين دونا لكن حدي داتك الصومالية دو سوادة قرب تاغونا تلابة دي سيد طبان جربو هايو سي كورديني دونا وحان هوا إساق او خبرت دي لو بحنا له إساق او صومري محاكو لهذا يحكم كوحا ويهي إساقا أو قرانا يا دادكو انتا ويسكو جرو إساقا أو قرانا يا وحا صوصع دا سيدا أو مامولي دونو سيدا أو ماريني دونو سيدا أو ترحانتا أو ساري دونو سيدا أو بيري دونو دولكا آنا دباتا أو كينا يا أوردان أنا وان وقرب جوغنا مدحويني والالبان كون هاي وحا أن جعلنا هاي إن أن سي قلبي فران أن كو شاغنو إن أن هاي نو كو هاي نو كالقعب كو هاي نو
waxaan jecelnahay inaad naga daydid agtaada, aad naga daydid aan kula shaqayno wanaag iyo horumar iyo ummadda Soomaaliyeed oo faqriga ka baxdana aan kula shaqayno. Mar kale hambalyo, hambalyo. Assalaamu calaykum waraxmatullah. mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle uu ku mahadsan yahay khudbadiisa. Waxaan jecelahay markan inaad ila soo dhaweysaan madaxweyneheennii, madaxweynihii hore, madaxweyne Shariif Sheikh Axmed.